الأبناء الحي الشعبي أكيد دائما تجدهم في كل المحافل ومشرفين بلادهم في حتى في خارج أرض الوطن. أضاع غزة وعقبهم الريج الثاني، لكن لا يمكن أن تضيع الكرات، لا يمكن أن تتباطأ أمام فريق الريج المعروف في هذه المسابقة وفي هذه الدورة أنه لا يرحم ولا يغفر الأخطاء ولا يغفر الأخطاء الدفاعية. يا سلام، فرصة وإمكانية للثاني، الريج مرة أخرى يضيع في الفرص، وغزة يمكن أن يجعل فريق الريج ينتم على إضاعة هذه الكرات ويعاقبهم بالتعادل. ولم لا العودة؟ أم الريج كلام آخر، أم الريج تعبير آخر، ويقول البطل سيبقى بطلا حتى لموسم ثالث تواليا.